ضمن سلسلة حلقات كنيستي، قام فريق نورسات الأردن بزيارة لكنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في محافظة الزرقاء. التقى خلالها الرئيس الروحي للمحافظة الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش، الذي تحدث عن تاريخ الكنيسة وأبرز نشاطات الشبيبة والرعية. تفاصيل الزيارة في التقرير التالي. أحب القديس جوارجيوس بلادنا العربية، إذ هو عربي المولد في أرضنا المقدسة. ذاع صيته في أرجاء المعمورة ليصل لكل بيت وكل مؤمن طالبا شفاعته. تزينت العديد من الكنائس في العالم أجمع باسمه البهي. عدسة نورسات وضمن حلقاتها المنوعة زارت واحدة من هذه الكنائس في محافظة الزرقاء التي تبعد عن العاصمة عمان حوالي 20 كيلومترا، حيث تعتبر ثالث أكبر مدينة أردنية من حيث عدد السكان، لنسلط خلال هذه الحلقة الضوء على كنيسة القديس جوارجيوس التي تقع في قلب السوق الشعبي وتخدم العديد من أبناء الرعية الأرثوذكسية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. شيدت هذه الكنيسة على قطعة أرض تملكها البطريركية الأرثوذكسية المقدسية منذ عهد جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك الأورشليمي كيريوس فينيديكتوس الأول عام 1955. بنيت الكنيسة على شكل سفينة نوح والتي ترمز للنجاة. يبلغ ارتفاعها ما يقارب 15 مترا وعرضها 20 مترا. خدم الكنيسة عدد من الآباء الأجلاء الذين سعوا دائما لنشر كلمة المسيح وتعاليمه، فمنهم من انتقل للأمجاد السماوية ومنهم ما يزال يعمل بيننا بكل تفان وإخلاص. نذكر من الآباء الذين عملوا في خدمة الكنيسة قدس الأرشمندريت خريسنتوس، الذي زين الكنيسة من الداخل بأيقونات أرثوذكسية على الجدران التي أضفت جمالاً وإيماناً وهيبةً في بيت الله. تلاه في الخدمة قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش، الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء، الذي عمل في الفترة الماضية على تجديد الكنيسة وترميم ما طغى الزمان عليها. حدثنا عنها قدسه بإسهاب وعن أبرز النشاطات والفعاليات الرعوية في الكنيسة. حقيقة بنشكر نورسات على اهتمامها كتير في نشر الكلمة عبر موقعها، إما التلفزيوني أو الإنترنت، وكمان نشكرها على هذا البرنامج اللي هي برنامج كنيستي، اللي من خلاله رح يتعرفوا كتيرين من المؤمنين إما في داخل الأردن أو خارج الأردن على الكنائس الموجودة في الأردن وتاريخها وإنشائها. هاي الكنيسة بعد الكنيسة الأولى الصغيرة اللي كانت موجودة في المدرسة هون بجنبنا، كان في كنيسة صغيرة، ولكن بسبب المؤمنين وتزايد عدد المؤمنين في الزرقاء، لأنه الزرقاء فيها أماكن عمل اللي كان فيها الجيش بشكل كبير، وكمان عندنا مصفات البترول
جاب كثير من المسيحيين. المسيحيين الزرقاء فيها بحدود 150 عائلة مسيحية، عائلات من الشمال، من السلط، من الجنوب، من كل من الوسط، من كل مكان. العشائر المسيحية يجوا وسكنوا في الزرقاء لأنهم كان منهم الجيش ومنهم كمان اللي اشتغلوا في مصفات البترول، فهي موجود أعداد كبيرة. وإحنا طائفتنا بسبب تزايدها صار عندنا بحدود 1200 عائلة أرثوذكسية موجودة في مدينة الزرقاء، عشان هيك كان بحاجة إنهم تنبني كنيسة جديدة اللي هاي اللي إحنا فيها، اللي انبنت سنة 1955. تناوبوا كتير من الكهنة على هاي الكنيسة. اللي بقدر أتذكر منهم في عنا قدس أبونا يعقوب بحبح، صليبة زيدان، بعدين أبونا جورج الشاعر اللي كان له دور في تأسيس جمعية أرثوذكسية اللي انبنى الملجأ، لأول من بنى الملجأ الموجود حاليا عنا، وكمان أسس المدرسة الأرثوذكسية هون في الزرقاء. بعدين إجا معه أبونا فيكتور الربضي، وإجا أبونا استيفانوس فرحات، ومن ثم إجا أبونا عيسى عياش وأبونا فرح حداد اللي هو اللي بيخدم معي. وكمان كان في قبل ما أجي أنا كان الأرشمندريت خريسنتوس اللي هو اللي ساهم كتير في رسم الكنيسة كاملة اللي كانت على نفقته الخاصة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيسة ضحنا يسوع الرقيق. صار عنا مدارس الأحد، عندنا بحدود 120 طالب مدارس الأحد، واللي بدرسوهم من أبنائنا المشرفين عليهم. بلشنا كمان بسيدات حاملات الطيب اللي عددهم تقريبا هلا 35 ست، ونشكر الله. هلا كمان من 3 أسابيع بلشنا بإقبال كبير على الكشافة، أسسنا الكشافة بنعمة ربنا بالإضافة للشبيبة، شبيبة الكنيسة. العمل جاري بمعونة ربنا ومن الناس الأكارم بالتبرعات، إنه إذا قدرنا نكمل رسامة هاي الكنيسة حتى يكون ما يكون فيها هذا البياض أو هذا النشاز ما بين وجود مكان ما في أيقونات. ليش الكنيسة دائما الأرثوذكسية بتهتم بتزيين الكنيسة بالأيقونات؟ لأنه هدول هم قدوتنا، هدول هم اللي كانوا بشر ولكنهم بنعمة الروح القدس أصبحوا قديسين. الزرقاء كمدينة كبرت وصار عنا الزرقاء القديمة والزرقاء الجديدة، فحلمي الكبير هلأ كونوا كتيرين من المسيحيين الأرثوذكس تركوا البلد القديمة ورحلوا وسكنوا في الزرقاء الجديدة، فحلمي الكبير إنه نشتري أرض في الزرقاء الجديدة عشان نبني هاي الكنيسة. كثيرين من المسيحيين ما عندهم وقت لربنا، ما عندهم وقت للكنيسة، ما عندهم انشغالات كيف يقدر يوفروا المصاري حتى يعيشوا أولادهم. ولكن إحنا نترجى كل القديسين، نترجى والدة الإله إنهم يساعدونا، لأنه القرن 21 الحياة فيها صعبة، الغلا بيزداد، القلق بيزداد، التفكير المستقبلي والخوف من المستقبل بيزداد. صرنا سنتين كل يوم عنا صلاة السحرية، وقديش بنقدر نعمل يوميا قداديس حتى ترفع من أجل الزرقاء، من أجل الأردن، من أجل العالم كله.
مثل ما الأديونة بيعملوا وبيصلوا من أجل العالم كله، إنه ربنا يغير في قلوب الناس حتى يصير عندهم اهتمام في الكنيسة واهتمام في روحانيتهم واهتمام في خلاصهم. في عنا كتير كهنة شباب اللي عندهم خوف ربنا واللي كلهم بيعملوا بفكر روحي. عشان هيك نشكر الله، يعني الأرثوذكسية عمالها بتحيا من جديد في قلوب الناس، حياة في قلوب كهنة شباب دارسين وروحانيين، وعمالها كمان بتنتقل منهم لرعاياهم، وهذا عمل واضح في كتير من الكهنة اللي إن شاء الله ربنا يزيدهم أكتر وأكتر. وإحنا نطلب كتير من الشباب اللي حابين يصيروا كهنة، مستعد الكنيسة تطلعهم يدرسوا إما في البلمنت دير البلمنت في لبنان أو في اليونان، اللي يقدروا يدرسوا ويرجعونا ممتلئين معرفة روحية وحياة روحية. بك تجددت حياتنا. لا زالت الأمال والتطلعات للعلي القدير مرفوعة بالصلوات لدى أبناء الرعية لبناء كنيسة أرثوذكسية في الزرقاء الجديدة، لما لها من شأن عظيم في تعزيز الإيمان بنفوس المؤمنين في المدينة.